معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا يوم مخصص للبواقي بتاعة الاسبوع، عارفين انه من اول ما بدأنا واحنا مهتمين بان احنا ما نهدرش وان احنا ما ناكلش الاكل ممل وفي نفس صورته ندخله في حاجات تانية، عارفين ان احنا بنعمل منه عزومات في رمضان وفي الاعياد وفي كل وقت. فلو عندكم بواقي من الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهاردة استخدموها، لو لا يبقى هتستخدموا طازة بقى لو حابين تعملوا الوصفة. اول وصفة معانا هتكون رز بالكبدة، بما اننا بنستغل الكبدة في الفطار والغدا، فلو اتبقى عندكم شوية كبدة هتستخدموهم مع رز مصري. الرز ده على فكرة ممكن يبقى كمان هو كمان مستوي او يكون طازة. زيت وزبدة وملح وفلفل وقرفة، بسلة وجزر مسلوقين او فروزن، وقرن فلفل حار طبعا حسب الرغبة، لو انتم مش عايزين حار ما تحطوش، ممكن تستبدلوه بفلفل رومي. وعندنا للتقديم بقدونس وشرايح من الليمون. ممكن تعملوا بصلايا، ممكن تعملوا توم مفروم زي ما انتم عايزين، بس انا الكبدة عندي متشوحة حلوة قوي واخدة توابلها واخدة البصل بتاعها، فحاسة ان انا مش محتاجة ان انا اضيف. طيب لأميرة لو انا عايزة اعمل الوصفة دي وما عنديش بواقي كبدة هعملها من الاول، يبقى هنحط هنا توم مفروم وبصل مفروم مع ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، هنشوحهم كويس، بعدين هننزل عليهم الكبدة نشوحها كويس ونديها معلقة من عصير الليمون، بعد كده هنكمل بقية الوصفة زي ما هي. لو عندنا الرز مستوي يبقى هنحط كل حاجة على بعضها زي ما بنعمل الرز الفرايد رايس كده الاسيوي، حطه كله على بعضه ونديره نص كوباية من المية السخنة ونغطيه لحد ما كله يتسخن مع بعضه وخلاص. مش يعني لان انا دلوقتي عندي الرز مش مستوي، فهيبقى فيه خطوات لو انا كله مستوي عندي ومتبقي، يبقى في الحالة دي خلاص بحط كله على بعضه وشوية مية وسخن كله مع بعض وخلاص. انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا حطيت زيت على الووك على النار، هحط زبدة او سمنة، هحط فلفل حار، اقلب، انزل الرز المصري مغسول ومنقوع ومتصفي، دول حوالي كوبايتين رز. طبعا انتوا عايروا بالكوباية عشان تمشوا بقية الخطوات مظبوط. قرفة اختياري طبعا، لو حد ما بيحبش القرفة يقدر يحط مستكة، يحط حبهان، تشويحة ينفع طبعا حبايبي النباتيين يعملوا الوصفة دي من غير الكبدة، يعملوها رز مع الفلفل مع التوابل وقلب. انا مش عايزاه بني ولا حاجة، بس عايزة تشويحة دي هتفرق في الطعم جدا جدا جدا، بس ولا عايزاه يقلب بني ولا حاجة، تشويحة كده خفيفة بس لذيذة. خلي بالنا ان الكبدة مستوية وملحها مظبوط، فانا بحط ملح على قد الايه البسلة والجزر والرز وشوية الفلفل الاسود طبعا ده غنى عنهم، وندي تشويحة كمان. عايزة لون ذهبي حلو، طبعا تقدروا تغمقوه برضو لو انتوا بتحبوا انكم تغمقوه، بس انا مش عايزة لون غامق قوي، عايزة لون ذهبي لذيذ كده. بدأ هو ياخد اللون. طبعا نصايح مهمة جدا جدا لتحمير الرز سواء للون الذهبي او للون البني او للون الذهبي الغامق، ايا كانت الدرجة اللي انتوا عايزين توصلوا لها، لازم الرز يكون اتغسل كويس جدا، اتنقع، اتصفى، اتنشف، لانه لو مبلول اولا هيمسك في بعضه، دي اول نقطة. تاني نقطة هياخد وقت طويل جدا 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 عقبال ما يتحمر. تالت نقطة هيتكسر، فتخلوا بالكم من النقط دي. شايفين هو عندي مفلفل بدأ ياخد اللون بسرعة جدا، ممسكش في بعضه، كل ده علشان
احنا منشفينه كويس. طبعا بنحطه على فوطة مطبخ نظيفة ونفرده عليها ونحطه فوقيه واحدة تانية برضو نظيفة، وطبعا يكونوا ناشفين ونسيبه لحد ما ايه ما ينشف ميته. نفس الحاجة بنعملها للرز، رز ورزة، او للرز اللي بالخلطة اللي هو الرز اللي احنا بنعمله بالسكر او من غير سكر ايا كانت الطريقة، اساسه برضو تحمير الرز. بياخد وقت شوية صراحة، ولكن بيطلع طعمه حلو قوي قوي قوي. بدأت بقى اخش في اللون الذهبي، فتقليب مستمر لحد ما اللون ده يبقى كده ايه، لون لذيذ، يدي لون حلو ويدي نكهة حلو. وكل ما اللون يغمق كل ما النكهة تتغير، خلوا بالكم. فطبعا انتوا حرين النكهة اللي انتوا عايزينها او اللي انتوا بتحبوها، بس كل ما الرز بيغمق كل ما نكهته بتختلف. هقرب مني بقى ميه سخنه اهو عشان تبقى جنبي. هقرب مني الكبده والبسله والجزر. في المرحله دي ما ينفعش اسيب الرز بقى واتكلم في التليفون او افتح اقعد على السوشيال ميديا او على التلفزيون، لانه قد ما بياخد وقت في الاول قد ما الوقت هنا بيبقى سريع قوي 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 تغير اللون، فخلوا بالكم. عارفين الرغاوي اللي بتطلع من المادة الدهنية دي؟ انا قلت لكم قبل كده سببها ان انا بستخدم سيليكون، مش غلط ابدا، بس بقول لكم السبب، لان في ناس ساعات بتستغرب او تحس ان ممكن يكون الزيت اللي هي بتستخدمه فيه مشكله او كده. لا، السيليكون مع الزيت بيعمل رغوه، وما اقدرش استخدم معدن لاني بستخدم هنا ايا كان اي حاجه يعني بتتجرح، فما ينفعش، وعشان الصوت كمان بيبقى مزعج قوي، ولازم تتاكدوا ان الحاجه سيليكون عشان تبقى صحيه وما تسحش منكم جوه الاكل. هنزل بقى بالبسله والجزر. نشوح كله مع بعضه. هنزل بقى بالكبده، كبده بقى، كبد وقوانص، كبد وقلوب وكلاوي، شويه لحمه محمره، ايه اللي متبقي عندكم. الهدف هو استغلال بواقي الثلاجه في وصفات جديده لذيذه بس كده، فاللي موجود هنشتغل بيه وهيقضي الغرض. سوي نفسك كده، ننزل بالميه نفس مقدار الرز، هو نفس مقدار الميه، وبنعاير بنفس الكوبايه، ومقدار الميه يكون عقله صباع فوق الرز. غلوتين الاول على نار عاليه، وبعدين هوطي وهغطي وهسيبه لحد ما يتشرب ويستوي. عايزين بقى وانتوا بتقدموه تحطوا لوز، تحطوا مكسرات، تحطوا زبيب، زي ما انتوا عايزين. انا هكتفي باني ارش عليه رشه بقدونس او كزبره او ايا كان، وشرايح من الليمون علشان الكبده، ولكن ينفع جدا انكم تحطوا له مكسرات طبعا لو انتوا حابين. بنفس الطريقه دي تقدروا تحرقوا شويه سكر وتنزلوا عليهم الميه، وبعدين تسقوه بالميه بالسكر اللي هو الكراميل، فهتلاقوا ان اللون ده هيطلع معاكم غامق، وبرده طعمه بيبقى حلو جدا. بس انا مع الـ الاكله دي بحب الرز يبقى متحمر تحميره بسيطه ويبقى مسقي بالميه مش بالسكر، ده يعني حاجه كده شخصيه يعني، لكن انتوا طبعا زي ما انتوا عايزين. لو احنا عندنا الرز مستوي يبقى احنا هناخد كله تقليبه مع بعضه
نص كوباية من المية السخنة عشان أطري الكلام ده كله وأقدمه على طول. وطبعا لازم تحرصوا أن تكون الكبدة مستوية، الرز مستوي، والبسلة والجزر مسلوقين أو مجمدين، علشان لو هتقلبوه كله على بعضه مع شوية المية دول مفيش أي حاجة هتلحق تستوي. لازم تكونوا متأكدين أن كله مستوي. الرز المصري ممكن استبداله بالرز البسمتي، وممكن كمان تستخدمه هنا في الوصفة دي لسان عصفور أو شعرية، بيبقوا حلوين جدا جدا جدا. وفي الحالة دي برضو هنكون حمصناهم شوية بس أغمق من الرز أكيد. دي أول وصفة معنا في وصفة البواقي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف اخبار الرز. انا ما عملتش حاجه خالص، ولا قلبته ولا اي حاجه، انا نقلته على نار هاديه بس. ده كل الله الله، شايفين الجمال يا جماعه؟ الريحه هنا خطيره خطيره خطيره. طبق ياكل 8 تنفار اكلتهم متوسطه، 6 تنفار اكلتهم كويسه. من البواقي حتتين كبده متبقيين من الفطار، على كوباية رز متبقية من الفتة، على نص كيس بسلة وجزر متبقي من في الفريزر. عملوا لنا بصوا وجبة قد ايه خطيرة خطيرة خطيرة. وطبعا زي ما قلت تقدروا انكم تعملوها من الاول للاخر لان الوصفة جميلة يعني، بس انا حبيت ان انا استغل البواقي من بواقي الفطار بتاع العيد. تفطروش كبدة في العيد ولا ايه؟ الف سلامة الف لا بأس. تخشوا على اللحمة على طول، ماشي. هنعمل بقى مكرونه دلوقتي ببواقي اللحمه عشان ما تزعليش نفسك، بتاعه الفته. جبنا شويه لحمه او ذبحنا واتبقت حته لحمه، ما تاكلش حد، ناخدها نقصقصها صغير صغير بالسكينه او بايدينا او بالمقص، ونجيب باكت مكرونه ياكل 4 افراد مرتاح، باللحمه والحبشتكنات دي اكل 6 انفار مرتاح. المكرونة أنا استغليت المكرونة الصغيرة دي خالص خالص، لكن أي مكرونة هتنفع. بس أنا دايما لما بحب أرمي كمية بحب أستخدم الحاجة الصغيرة، ينفع بدلها رز، ينفع بدلها شعرية، ينفع بدلها لسان عصفور، يعني مش مشكلة. بس يعني إيه، إحنا هنعمل بالمكرونة. وعندي هنا اللحمة اللي متبقية عندنا، شوية صلصة متدوبين في شوية مية. بعد كده عندي توم وبصل، زبدة، وسبع بهارات، ملح وفلفل وبقدونس وفلفل حار. الفلفل الحار ممكن يبقى فلفل رومي مفيش مشاكل، ماشي. ممكن كمان تحطوا طماطم فريش مكعبات، ما يجراش حاجة. ممكن تبشروا شوية من الجزر مفيش مشكلة. كل الحاجات دي بتدي طعم، بتدي فايدة، وكمان بترمي كمية كبيرة كل ما تكتروا في الخضروات، كل ما الكمية عندكم تزيد وكمان الفايدة والشكل يبقى أحلى كتير. طيب المكرونه هستخدمها نيه خالص من الكيس زي ما هو، فتحت الكيس وهحطه على طول. طيب لو حد من الشاطرين اللي معانا مجهز معانا تجهيزات يوم السبت ومحمر شويه مكرونه وعايز يستخدمها، محمر شويه لسان عصفور وعايز يستخدمهم، ينفع؟ ينفع جدا، مفيش اي مشكله خالص. قول بسم الله. ناخد معلقه الزيت في الوك اللي احنا مسخنينها، ناخد بصل، ناخد ثوم، ناخد فلفل حار، ملح، فلفل اسود، فلفل اسود كتير، سبع بهارات، نحيي بقى اللحمة المتبقية دي. طب أنا عندي لحمة مشوية ينفع، طب أنا عندي لحمة كباب حلة بالبصل بتاعها بالصوص بتاعها ينفع جدا، لحمة ورقة لحمة ينفع قوي، مفيش أي مشكلة. اللحمة اللي موجودة نستغلها. مكرونه زي ما هي يا اميره؟ ايوه المكرونه زي ما هي يا حبايبي. مكعب زبده للنكهه او سمنه بلدي،
عشان بس نعزز النكهة كده. أول سائل ينزل الأول المية السخنة. طب ينفع يا أميرة كلها كده؟ أنا مش بحب الصلصة. ينفع جدا، ينفع قوي قوي، ولا عندك أي مشكلة، ينفع جدا جدا. طب هي مكرونة كده هتستوي يا أميرة؟ آه هتستوي، مش هتعجن؟ لا مش هتعجن، بس 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 ده بيحتاج مكرونة يعني جودتها كويسة، نشاها مش كتير. طب أنا المكرونة يا أميرة اللي عندي نشاها كتير وهتعجن، يبقى حمريها الأول، ده هيخليها ما تعجنش. خلاص كده، ومش لازم تغمقيها قوي، يا دوبك تاخد اللون الذهبي الفاتح بس عشان تضمني انها ما تعجنش معاكي. ينفع من غير صلصه؟ ايوه ينفع من غير صلصه، انا عايزه ادوق. حاسه كده ان انا عايزه ادوق. بسم الله. والله ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه، ما شاء الله تحفه. عارفين هي محتاجه ايه؟ محتاجه معلقه سكر. المزازه بتاعت الطماطم باينه قوي. طبعا في حاجه يعني انا شخصيا احب الاكل المزز، ما يفرقش معايا، بس انا حاسه انها محتاجه تتعادل شويه لان المزازه عاليه شويه. فليه لا؟ ادي معلقه صغيره من السكر، وكان الله بالسر عليم. بس كده خلاص. نقدم بقى الرز اللي بالكبده يا جماعه. نفس ال ها؟ اه بس خلاص الموضوع خلص، مفيش أي مشكلة. متعقدوش نفسكم، الدنيا سهلة. ناخد بقى معلقة كده نغرف بيها. بسم الله. الله 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 الله. في مكان معين كده في مصر مشهور بالرز اللي بالكبدة، يعني أنا أول ما شميت الريحة بتاعته افتكرت المحل ده على طول. ده الرز بتاعه مشهور، ايوه ما بيحطش فيه بسله وجزر، بيحط فيه كبده بس. ده محل مشهور قوي، ودي يعني اكله عنده ما تتفوتش. وادينا عملناها في البيت ومن بواقي الاكل. لو عندي كبده اقل من كده يا اميره عادي خالص ولا يهزك، عندي لحمه اقل من كده ولا بقطعه واحده من اللحمه او قطعتين ثلاثه من الكبده اقدر اعمل الاطباق دي عادي خالص. مش لازم تبقى مليانة لحوم، هو مش الهدف انها تبقى مليانة لحوم، هو الهدف ان احنا ما نهدرش اي حاجة، ومن حاجة قليلة نعمل وجبة كاملة للبيت كله، ده الهدف. قليل من الليمون، قليل من البقدونس. وخلاص كده. نبص بقى على المكرونة. طيب المكرونة لكل كوباية من المكرونة كوباية وربع من المية، بس أنا عايزة يا أميرة يكون فيها شوية صوص، يبقى كوباية ونص من المكرونة من المية لكل كوباية مكرونة. تاني تاني عشان ما تتلخبطوش، لكل كوباية من المكرونة كوباية وربع من المية. عايزة فيها شوية صوص، يبقى كوباية ونص من المية لكل كوباية مكرونة. طيب المكرونة زي الرز على فكرة أنواع، فممكن اللي أنا بقوله ده ما ينطبقش على النوع اللي عندك، يحتاج أكتر نزود، بس دايما نبدأ بالقليل مش بالزيادة. إلا زي أنا حافظة المقدار بتاع المكرونة بتاعتي يبقى تمام مفيش مشكلة. أوكي، اللسان العصفور والشعرية كوباية وربع لكل كوباية من أيا منهما. يعني عايزه احط ميه، سخن ميه. زي ما انتوا شايفين الاطباق تنفع عزومه، فمحدش يعني يزود الامور على نفسه ويقول انه لا انا لازم اجيب ديك رومي او فخده او مش عارف ايه واتزنق علشان خاطر، لا هي الهدف انه احنا بنتلم احنا وقرايبنا واهلنا واصحابنا علشان اللمه مش عشان الاكله. فالاكله في الاخر انا طبعا ببقى عايزه اكرم ضيوفي وببقى عايزه اقدم حاجه حلوه وفيها اهتمام وفيها كرم ضيافه، ولكن مش باللحوم ومش بكميات ومش بعدد الاصناف، المهم ان احنا نتلم. ف
ممكن من البواقي اعمل عزومه عادي خالص، ولا اي حد هيعرف انها من البواقي. ممكن ااكل ولادي من البواقي بس ما تكونش محطوطه زي ما هي، ومش لازم تاني يوم على طول، عدوا يوم او اتنين من عمايل الكبده وبعدين اعملوا بيها البواقي وهكذا. بس دي وصفه والله رائعه هتعجبكم جدا جدا، لان بقول لكم في محل مشهور قوي في مصر بيها، وهي بتبقى حلوه قوي الصراحه. بحبش البسله والجزر يا اميره، عايزه اعمله بالكبده بس قوي قوي برده، مفيش اي مشكله ولا هيحصل حاجه نهائيا. انا المكرونه دي بحب اسيب فيها شويه صوص، خلوا بالكم، وده الوقت اللي انا انقلها على النار الاهدى بقى. ليه؟ لان فيها صلصه، والصلصه من الحاجات اللي بتلزق، بتتكرمل وبتلزق بسرعه، فاديها كده ايه وقتها. واذا احتاجت شويه ميه انا بسخن ميه اقدر اني ازود لها كده. احنا عملنا مع بعض المكرونه ببواقي اللحمه، وعملنا مع بعض الرز ببواقي الكبده، ودخلنا له كمان البسله والجزر. لسه وصفاتنا ما خلصتش، عندنا لسه وصفتين تانيين حلوين جدا جدا، وصفه حادقه ووصفه حلوه، استنونا. وصولي على الجمال، وصولي على الجمال اللي هنا، وصفة لذيذة 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 يا جماعة. طبعا لو عندي بواقي كبدة اقدر اعمل الوصفة دي بيها، عندي بواقي كبدة وقوانص اقدر اعمل الوصفة دي بيها، بواقي لحمة اعملها بيها بالخضار بس من غير لحوم خالص مفيش مشكلة. تقدروا كمان تعملوها بالفراخ لو حابين. هي وصفة رائعة، ويعني ايا كان بقى اللي جواها. بسم الله، ادي المكرونه اللي استخدمنا فيها بواقي اللحمه المسلوقه، لذيذه قوي وهتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا بقى نعمل وصفه حلو. هنعمل فطيره من غير عجن ومن غير فرن، هنستخدم فيها الجلاش. فعندي هنا جلاش، وعندي ايه اللي انا بعمله ده، عندي جلاش وعندي لبن مكثف محلى او عسل او سكر. يعني انا حاطه لكم الثلاثه قدامكم اهو، استخدموا اللي انتوا عايزينه. ولو ما عندكوش لبن مكثف محلى اعملوه في البيت، اللي هو ازاي، اللي هو كوبايه من اللبن البودره عليها كوبايه من السكر عليهم نص كوبايه من الميه المغليه عليهم معلقتين كبار من الزبده، كل ده في الخلاط. فلبن مكثف محلى ماشي، عسل ابيض ماشي، سكر ماشي، سكر عادي او سكر بودره برده كله تمام. اوكي، بعد كده عندي فانيليا او قرفه للنكهه، وعندي سمنه بلدي، وعندي لبن، مكسرات حسب الرغبه طبعا، وكاستر. طيب الكاستر عباره عن لبن وبودرة كاستر، فأنا هعمل ايه؟ عندي حاجة بتشيل بس مش عارفة هي ايه، بس أنا شم ريحتها مش عارفة. المهم هاخد كوبايتين من اللبن عليهم كوبايتين من السكر، عليهم معلقتين كبار من بودرة الكاستر من السوبر ماركت او من مستلزمات الحلواني. انا برا النار، انا على البارد خالص اهو، هقلب. قلبت كله اختفى مع بعضه، اطلع بقى على النار بس احط المنكهات اللي انا هحطها لو هحط منكهات. انا مش هحط، هقول لكم ليه، لان الكاستر عندي هنا بنكهه اصلا الفانيليا فمش محتاجه. ارفع بقى على النار، يلا بسم الله، ارفع على النار واقلب. وعندي موز، مش عارفه قلت لكم على الموز ولا لا. طيب هجيب الطاسه هنا على النار وتكون غير قابله للالتصاق يفضل. هحط شويه من السمنه البلدي، هجيب
الجلاش هاخد منه ورقتين مثلا، ورقتين كفايه قوي، وهطبقهم اهم ورقتين، وهطبقهم تطبيقه في الثانيه اهي خلاص. فبقى متطبق على بعضه اربعة ارباع كده. في سمنه هناك في الطاسه اللي انتوا كنتوا لسه واقفين فيها، هنزل عليها الجلاش ده. في كاستر هنا نقلبه، في جلاش هنا ما يتسابش. ها وبرده الكاستر بقلبه. نقلب هنا ونقلب هنا واحنا واقفين كده. حلوه. طبق ادي الجلاش، تعالوا معايا هنا اهو. عايز اعمله بالسكر واللبن زي اللي احنا بنجيبه من اي حته. ادي السكر اهو، وادي اللبن. بقى عندكم فطيره في البيت من غير لا عجن ولا فرن ولا اي حاجه خالص اهو. عايزين مكسرات حطوا مكسرات، عايزين اسمه ايه ده فاكهه حطوا فاكهه، عايزينها بس باللبن والسكر. ماشي، رجعنا هنا تاني للايه للكاستر، وهزود سمنه بلدي. وانا حطيتها فين اهو على الطاسه اللي على النار دي اهي، وهجيب ورقتين تانيين من الجلاش. وهاخد تطبيقه في التانيه وهروح على النار. رفعتها انا من على النار، مش شغاله، مش مشغله تحتها عشان سخنت قوي، فلازم نتحكم في درجه الحراره. ما ينفعش ان انا افضل ماشي على نفس الحراره وخلاص، لا انا حسيت انها سخنه يبقى ارفع من على النار، اسيبها تهدى شويه، وبعدين نزلت شويه سمنه عشان اهدي اكتر، وفضلت بره النار عشان افضل محافظه على درجه الحراره المعقوله اللي انا محتاجاها. ولو حسيت ان انا عايزه ارجع تاني على النار هرجع. ودايما اللون زي ما انتم عايزين، في ناس تحب تاكل الحاجه فاتحه، في ناس تحب تاكل الحاجه محرمشه وغامقه، انا منهم، فدي اذواق براحتكم. هقوم جايبه طبق هاخد الطبق المستطيل عشان احطهم كلهم جنب بعض. الانواع كلها طلع دي هنا اهي، لسه هعمل واحده كمان، درجه الحراره هديت خالص فهرجع على النار. طيب دي هعملها بشويه مكسرات اهي، هعملها برشه قرفه، هعملها بشويه لبن مكثف محلى. يبقى دي طريقه تانية للتقديم. عايزين تحطوا شوكولاته قابله للدهنه، عايزين تحطوا زبدة فول سوداني، عايزين تحطوا زبدة بسكوت القرفة، زي ما انتوا عايزين. اتبقى عندي هنا كام ورقة الجلاش دول، طبقتهم هزود، رجعت الطاسة على النار هزود سمنة بلدي، طبعا بحط معلقة صغيرة يعني كل مرة، مش بحط كمية كبيرة. هنزل دي هنا، هودي
الفطيرة اللي باللبن والسكر هنا اهو، انا بشوف بس ايه اللي مش محتاجاه انزله علشان ما بقاش عاملة زحمة. اخبار الفطيرة ايه؟ بسم الله، حلو، هايل هايل هايل. اه دي هنعمل فيها ايه بقى؟ دي هنحطها، عايزه اوسع بس كده الطبق يكفي الثلاثه جنب بعض. ينفع زبده؟ طبعا ينفع زبده بدل السمنه، طبعا مش اي مشكله. بس شايفين سهله وبسيطه وسريعه ويعني مفيش حاجه خالص اهو اهو. دي بقى هحط لها كاستر، يبقى سخن يبقى ساقع زي ما انتوا عايزين. ما عشان احط لها كاستر محتاجه معلقه. انا عشان احط كاستر محتاجه معلقه. اجي بقى هنا كده احط بقى موز، الموز مع الكاستر بيبقى حلو قوي اهو. وعشان نبقى غيرنا برضو حطينا فاكهه، يبقى عندكم كده تنوع في الافكار. وبعدين احط عليه شويه الكاستر دول، واخد سكر الكاستر ده واخد سكر اصلا يعني ها، بس انا مش هسيبه في حاله برضو، انا هديله شوفوا شفتوا بقيه اللبن والسكر اللي اتبقوا عندي من الفطيره اللي جنبها، هقوم برضو ايه ما هقدرش حاجه عندنا خالص اهو. لذيذ لذيذ. طبعا انا بالنسبه لي عايزه احط رشه قرفه، ده من وجهه نظر انا، مش عايزين تحطوا بلاش تحطوا. بص انا هعمل ايه كمان، افطيره هحط على كله بس كده. لذيذ صح، شكلها حلو، سريعه لطيفه جدا، ولا خبز ولا عجن ولا فرن ولا اي حاجه خالص اهو. والمكرونه هنا برضو اكتر من خطيره. وقتنا ايه يا حبايبي؟ بس خلاص كده، يلا بينا، بارك الله في مرزك. نطلع بقى فاصل انضف مكاني ونرجع نكمل، لسه عندنا وصفه بواقي حلوه قوي، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب تعالوا بقى نشوف وصفه كمان، لو اتبقى عندنا حته او حتتين لحمه مسلوقة مشوية ايا كان هنعمل بيهم ايه. اول حاجة انا لقيت عندي عيش صاج، عيش شامي، عيش بلدي، رقاق طري، اي عيش تورتية، اللي موجود عندكو عيش خلاص حطيته هستخدمه اهو هنا كده. وخدت اللحمة اللي اتبقت عندي ورحت بايدي كده نسرتها نساير رفيعة خالص 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 خالص. هحط عليها فلفل ألوان رومي، أخضر وأصفر وأحمر. هحط عليها طماطم، هحط عليها بصل. هقدمها مع عيش الصاج والاسمه إيه، البطاطس المحمرة. وهحط لها شوية توابل عشان يعني أخليها ما تبقاش لحمة مسلوقة، عشان أغير من نكهتها. بصل بودرة وتوم بودرة، كركم وكاري وملح وفلفل ومعلقه زيت او سمنه او زبده. اوكي هنعمل ايه بقى؟ سخنت ووك على النار، هحط معلقه زيت وهقوم جايبه اللحمه المسلوقه دي احولها الفهيتة. بسم الله، ملح، فلفل اسود، ثوم بودره،
بصل بودرة، كاري وكركم، قلب. طبعا اكيد اي توابل هتنفع، اي توابل انتوا حابينها او متاحة عندكم هتنفع، مش لازم التوابل دي خالص. ننزل بقى بالبصل، كل ما نكتر الخضروات كل ما كمية اللحمة تزيد معانا. تقدموها بعيش، تقدموها برز، تقدموها بمكرونة، تقدموها سندوتشات، زي ما انتوا عايزين. شوحنا اللحمة كويس قوي 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 اكنها مش مسلوقة، دينا لها نكهة حلوة جدا جدا بالتوابل وبالتشويح وبالفلفل الالوان وبالطماطم. مش عايزين تحطوا طماطم ما تحطوش، عايزين تخلوها بس كده بصل، رشة بقدونس، عايزين بس تخلوها بصل وفلفل حامي مفيش مشكلة، بصل وفلفل الوان. ولو عايزين تحطوا حامي مفيش مشكلة برضه. بس والله هو ده كل الموضوع، وصفات سهلة ولذيذة وسريعة، واستغلنا فيها البواقي وبالتالي ما كلفناش حاجة. بس خلاص، مش بحب طبعا انتوا عارفين اني اسوي الخضار زيادة عن اللزوم، وانا اصلا اللحمة عندي مسلوقة فما فيش اي داعي ان انا اطول عليها بدون داعي. يعني ادي اللحمة والعيش تحتها، وادي البطاطس. طبعا عايزين تحطوا جنبها ساور كريم، تحطوا جنبها جواكامولي، تحطوا جنبها تومية، تحطوا جنبها صوص صلصة طحينة، زي ما انتوا عايزين. رشة اخضر بسيط، كام واحدة ليمون كده، طبق لذيذ جدا جدا، مستحيل ضيوفكم هيتخيلوا انكم مستخدمين فيه بواقي اللحمة المسلوقة اللي موجودة عندكم في البيت، مستحيل. طبعا طبعا لو عندكم لحمة وعايزين تعملوها من الاول هتمشوا بنفس الخطوات، بس هتطولوا المدة شوية لحد ما اللحمة تستوي. كان متبقي عندنا شوية جلاش عملناهم فطيرة بدون خبز وبدون فرن، وقدمناها بثلاث طرق مختلفين، وليها طبعا 100 طريقة تانية لو انتوا حابين. كان عندنا بواقي من اللحمة المسلوقة وباكت مكرونة، رحنا محولينه للطبق اللي انتوا شايفينه ده، وحتى لو المكرونة اصلا كانت مستوية من الاول تقدروا تستخدموها برضو. عملنا كمان ببواقي الرز والكبدة، رز بالكبدة والبسلة والجزر. من بواقي اللحمة المسلوقة عملنا فاهيتا لذيذة جدا جدا جدا. وصفتنا النهاردة، الفكرة منها ان احنا ما نهدرش، الفكرة منها ان احنا نستفيد بكل اللي عندنا ونطلع منه كميات اكبر بشكل احلى، وناكل ونتبسط وما نهدرش اي حاجة في البيت. دي كانت وصفتنا وافكارنا للنهاردة اللي بتمنى انها تكون عجبتكم، واكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفرة.